في تونس يبدو بأن جذو تغضب حزب النهضة من قرارات سعيد بدأت تخبو وتنزع إلى الاعتراف بالأمر الواقع، وذلك بعد أن بدأت توصيفات الانقلاب بالانحسار لتحل مكانها مفردة تفهم الغضب الشعبي والدعوة إلى ملء مقعد رئاسة الوزراء. نبرة النهضة الناعمة بعض الشيء تجيء بعد لهجة حادة اقتصرت عناوينها على الحديث عن انقلاب في تحول يمكن وصفه بعودة حزب النهضة خطوة إلى الوراء، بالتزامن مع تبني مجلس شورى الحركة لفكرة النقد الذاتي لمسارها السياسي. غير أن تقلبات النهضة هذه يقابلها سعيد بتصلب في خطابه السياسي تعبر عنه زيارته الأخيرة إلى وزارة الداخلية وتحذيراته من محاولة التسلل إلى مفاصل الدولة بحسب تعبيره. على كرسي الانتظار يترقب التونسيون ما ستؤول إليه تعهدات سعيد، فالوضع الحالي أشبه بالفراغ الحكومي برئيس وزراء معزول وبرلمان مجمد والسلطة محصورة بالرئيس. هذه الحالة لم تخلق التباينات بين الخصوم فقط، وإنما انعكست أيضا على الخصم الرئيسي لقرارات سعيد وهي حركة النهضة. فالاجتماع الأخير بين أعضاء مجلس شورى الحركة تضمن مواقف متضاربة من قرارات 25 من تموز الماضي، فهناك من يقول إن الحركة لا تزال تعتبر قرارات سعيد انقلابا على الدستور، بينما في المقابل هناك من يحاول الدفع باتجاه أن تكون الأزمة الحالية فرصة للإصلاح وللتحول الديمقراطي. وفي ظل وجود مشهد الارتباك والتضارب بين أعضاء مجلس شورى النهضة، إلا أن بيانهم الأخير لم يغفل عن الغضب الشعبي المتنامي وسط إخفاق بالملف الاقتصادي والاجتماعي بعد 10 سنوات من ثورة الياسمين. هذه التباينات على المستوى الداخلي في الشأن التونسي تدفع أيضاً باتجاه ما يحتاجه الشارع من سعيد، فمؤيد الرئيس بقراراته صاحبة الشعبية الواسعة باتوا اليوم يبحثون عن أفعال تنعكس إيجابياً على معيشتهم، لا فقط النظر إلى ما يقوم به من تعديلات في الطاقم الحكومي، فضلاً عن مرور ما يزيد عن 10 أيام بدون أن يعين رئيساً جديداً للحكومة وفقاً لقراراته. إذن يمر الوقت سريعا على تونس في وقت تتعمق فيه الأزمة تحت وطأة فراغ حكومي وحصر السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية، ناهيك عن تفكك داخل حركة النهضة ينظر إليه مراقبون بأنه سيؤثر على المشهد لصالح التيار المؤيد لسعيد وقراراته. إذن للمزيد أرحب بضيفي من تونس، أولا الدكتور عبد اللطيف مكي نائب رئيس حركة النهضة ووزير الصحة الأسبق، ذلك الأستاذ محمد المسيليلي القيادي في حركة الشعب ووزير التجارة الأسبق. أهلا بكما دكتور عبد اللطيف، سأبدأ معك، أسألك بداية، سر تغيير لهجة النهضة ما عد انقلابا بات من وجهة نظر النهضة فرصة للإصلاح؟ وكذلك الشعوب التي لها نفس إيجابي كل أزمة تسعى إلى تحويلها إلى فرصة. ليس هناك تغيير في توصيف ما حدث، ولكن المهم هو أن لا نبقى في تكرار توصيف ما حدث، بل السعي مع مجمل القوى الوطنية وهياكل الدولة ومسؤوليها في دفع الأمور إلى الخروج من الاستثناء إلى وضع طبيعي، لأنه كما ذكر في تقريركم البلاد اليوم بلا حكومة، والملفات الاقتصادية والمالية ملفات متراكمة وكبيرة جدا، ولذلك هو تعبير على عزمنا بأن لا تطول هذه المرحلة وأن نخرج منها بأفضل النتائج وبأفضل السبل. والمسألة ليست وليدة اليوم، بل هي منذ 26 من هذا الشهر، أي بعد ساعات قليلة من اتخاذ تلك الإجراءات التي مثلت انقلابا داخل الدولة. الرئيس قيس سعيد ليس من خارج السلطة، وإنما هو رئيس حول كل السلطات لصالحه بمخالفة الفصل 80 ومنطوقه. فكان منذ الساعات الأولى الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان تم إيقافها قبل نهاية المساء، وهذا تعبير
على أننا كنا مضمرين منذ البداية ألا تؤول الأزمة في تونس إلى سيناريوهات سيئة تخرج المسار الديمقراطي نهائيا عن مساره وعن وضعه الطبيعي، خصوصا أن هنالك تداخلا بين الأسباب الداخلية وهي حقيقية وبين أجندات أجنبية تريد أن تدفع تونس في مهاوي لا قدر الله. طيب أستاذ محمد، أنت كذلك وزير سابق للتجارة في حكومة الياس الفخاخ، برأيك أين تكمن مشكلة تونس الحالية، رغم أن هناك من يحاكم العشرية بعد ثورة الياسمين بأن أداء الحكومات المتعاقبة إما أنه كان فاشلا أو أفشل، أنت أين ترى مكمن الخلل، وهل تتفق مع تأويل الرئيس قيس سعيد للفصل 80 من الدستور التونسي؟ شكرا في البداية للاستضافة، تحية لك ولضيفك. طبعا بعض التعليقات البسيطة قبل أن أمر للموضوعات، شماعة التدخل الخارجي هذه شماعة مللناها في تونس ولا أحد ما زال يصدقها، وأنا أرجو من الصديق والزميل عبد اللطيف أن يتخلى عن هذه الشماعة، لأن لا وجود لها إلا في مخيلاتهم أو في محاولة الدعاية. إذا كان هناك شماعة تدخل، هي شماعة تدخل من محورهم من غير ثانيا تونس لم تكن في حكومة، حتى نخاف الآن أن لا وجود لحكومة، إحنا عندنا 8 أو 9 شهور بلا حكومة حقيقية، عمليا بلا حكومة، فلا خوف من الجانب هذا. الحقيقة هناك ثورة، انتفاضة، سميها ما تسميها، يوم 25 جويلية، لو لم يتخذ الرئيس الإجراءات تطبيق الفصل 80 وما صحبه من إجراءات، يبقوا كان البلد يسير في اتجاه وضعية غير سليمة. الرئيس أنقذ البلد من والمؤسسات والحكومة والدولة من مصير مجهول، بل أنا أؤكد لك أن أنقذ النهضة من 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 اندفاع الغير 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 معقول. أنا نقول لك أنقذ النهضة من أن تذهب إلى المجهول، والآن أعطى فرصة حقيقية للنهضة أنها تراجع حساباتها وتقيم كل المرحلة السابقة. هذا الشعب شباب ثار، خرج للشوارع، اتجه إلى مقرات النهضة لإحراقها، كانت يمكن أن الأحياء الشعبية المكتظة أن تخرج بالليل، كان هناك بعض كثير من المعتمديات خرجت على السيطرة الأمنية، وكان هناك إمكانية لأن يكون هناك تصادم بين الشعب وقوات الأمن وأيضا مع النهضويين، فالرئيس اتخذ القرار لإنقاذ هذه البلاد. الآن احنا في وضع استثنائي ومسار غير مسبوق، هذا يتطلب كثير من الحكمة وكثير من الإصلاح. هذه دولة استبيحت من قبل 2011، استبيحت من قبل 2011 في فترة الحكم السابق، ثم استمر الاستباحة وبشكل مفضوح وغير مسبوق بعد 2011. فإصلاح كل هذه المؤسسات المخترقة والتي عشش فيها الفساد والتي عشش فيها التسيب وغياب تطبيق القانون وذراع الدولة غير قادر على تطبيقه، هذا يتطلب وقت طويل أو وقت معقول لعودة كل المؤسسات إلى عملها الطبيعي. طب أستاذ محمد، هل يعني هذا الكلام تتصرف بشكل واحد؟ النهضة مسؤولة عن كل هذا الفساد التي عشعش في تونس ما بعد الثورة؟ يعني كلامك يوحي بأن النهضة هي المسؤولة دون باقي الأحزاب ومن كان في الحكم في تونس خلال العشرية الماضية؟ لا شك النهضة تحكم في تونس منذ 2012 وكل تحالفاتها كانت نتيجتها الخراب، ونحن ندركه جيدا، احنا ندركه جيدا. كان هناك فرصة حقيقية لأن تكون هناك حكومة قوية بحكومة الفخفاخ التي كنت فيها صحبة الزميل عبد اللطيف المكي، ولكن النهضة أصرت على إسقاط هذه الحكومة باسم تضارب المصالح. الآن هذا نحن نرى هذه تضارب المصالح أين تقع. الحقيقة هذه الحركة التي الآن تريد أن تقيم، الله يرحمه علي عبد الله صالح قال فاتكم القطر، فات زمن تقديم حرابيش تسكين للتونسيين. طيب دعنا ننسى من حق الآن الدكتور عبد اللطيف مكي أن يرد وأن يتقدم بتوضيحات. الدكتور عبد اللطيف مكي، حتى النهضة أقرت ربما أنه لا بد من ممارسة نقد ذاتي ومراجعة، إن كان لديك تعليق على ما قاله الوزير الأسبق، وكذلك بأي اتجاه ستتم المراجعة؟ هل هي ستكون عميقة؟ سيتضمن الأمر تغيير
في القيادات، قيادات النهضة. أهلا وسهلا مجددا، وأرحب بضيفك زميلي محمد المسيليني. القول بأن النهضة تحكم منذ 10 سنوات هذه أكذوبة حقيقة. النهضة لم تحكم حقيقة الحكم وتمسك برئاسة الحكومة إلا سنتين، سنة 2012 و2013، الباقي كانت في تحالف مع نداء تونس، وكان نداء تونس يمسك بالرئاسات الثلاثة، وطيلة سنتين أو ثلاثة لم يكن لنا إلا وزير واحد في حكومة السيد الحبيب الصيد. وبالتالي النهضة كانت تشارك مشاركة رمزية وتقدم الإسناد لكي لا تبقى البلاد في حالة فراغ. وطبعا كان أمام النهضة خيارات أخرى، كان يمكن أن تبقى في المعارضة، ولكن أن نقول أن النهضة تحكم طيلة 10 سنوات فهذا خطأ. والوزير ورئيس الحكومة السابق السيد يوسف الشاهد صرح أخيرا في محطة تلفزيونية أجنبية، قال أن كنا حريصين على أن لا تتمكن النهضة من الحكم، وكان لها دور هامشي، وهذا حرصا من الرئيس الباجي قائد السبسي نفسه. وبالتالي تحميل المسؤولية المطلقة للنهضة هذا خطأ منهجي وحتى يعني أخلاقي. والنهضة كانت دائما تمارس النقد الذاتي، والجميع يعرف أنه كانت دائما هناك نقاشات في مجلس الشورى أو في المكتب التنفيذي، خرج بعضها حتى لوسائل الإعلام بأن كانت هنالك الأطروحة والأطروحة المضادة في حركة النهضة حول التحالفات وحول تسيير الحكم، وكانت هنالك عناصر أخرى فاعلة في الواقع التونسي، الاضطرابات الاجتماعية والإضرابات وتوقف إنتاج الفوسفات وإلى غير ذلك، والأجندات المشبوهة التي هي موجودة على كل سي محمد استعمل قال محوركم، محورنا أو محورنا تدخلات يعني موجودة. انظر إلى تغطياتهم الإعلامية وتدوينات قياداتهم، يريدون دفع تونس إلى الخروج عن القطار الديمقراطي. اليوم كانت هنالك حكومة صحيح، وكانت هنالك مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي تجاوبت مع النهضة لمحاولة إصلاح الوضع الحكومي، ولكن يعلم الجميع من عطل هذه المبادرة ربما لأسباب خفية ولبرامج أخرى. اليوم وقد دخلت البلاد في هذا الوضع، نحن كمدافعين عن الديمقراطية وعن الحكم الرشيد نقول أن الجميع يجب أن يبذل جهدا لتكون المرحلة القادمة هي من إنتاج الجميع وبمشاركة الجميع، ولا يكون هنالك انفرادا مطلقا بالسلطة بما يعني مخالفة روح الدستور. والنفس الإيجابي التي أبدته حركة النهضة بأن مستعدة للنقد الذاتي، يعني هذا يعني عربون أو دليل على أن الحركة لديها من الشجاعة ما يجعلها تراجع موقفها، لكن الآخرون كذلك عليهم أن يراجعوا موقفهم وينظروا في ما يعود إليهم من مسؤولية فيما وصلنا نعم. إليه اليوم. طب دكتور هذه أنا النقد الذاتي، وقع تنفيذ مبادرة الحوار التي بادر بها الاتحاد العام التونسي الشغل، كان يمكن أن نعالج إشكالاتنا دون اللجوء إلى هذه الإجراءات. طيب مبادرة النقد الذاتي والمراجعات، يبدو أن هناك انسحابات اليوم كانت من مجلس شورى النهضة، انتقادات أن قرارات شورى النهضة لم تكن في مستوى التطلعات. قيادات جميلة الكسيكسي، يمين الزغلاوي، والقول بأن الوضع بات يتطلب تغيير في القيادات. يمكن أن تمتلك النهضة الجرأة وهي تقوم بهذا النقد الذاتي والمراجعة أن تنظر في أداء قياداتها وبالسياسات التي كانت تنتهجها تلك القيادات لطي الصفحة الماضية وإبداء كما ذكرت الإيجابية المطلوبة لإبقاء البلاد وتعزيز المسار الديمقراطي لتونس. مؤتمر الحركة، المؤتمر 11 قريب جدا، هو حدد في الشهر الأخير من هذه السنة شهر ديسمبر، والبارحة تم الحديث على ضرورة تقديم هذا المؤتمر، وبالتالي تغيير المؤسسات تغييرا عميقا، هذا أمر يعني سيأتي قريبا بإذن الله. ترتيبات أخرى
تقوي من قدرة الحركة على الأداء وتقوي من قدرة الحركة على استيعاب المعطيات الجديدة في الواقع التونسي. نحن بالمناسبة لسنا ضد أي حراك شعبي ونحيي أي حراك شعبي يريد أن يدفع الأمور بالاتجاهات الإيجابية، لكن نميز جيدا بين أعمال العنف والحرق التي مارستها مجموعات منظمة لها انتماءات ايديولوجية. نحن نعرف البلد ونعرف تفاصيل البلد والوجوه التي هاجمت، نعرفها إلى أي جهة تنتمي، وبالتالي نفرق بين من حاول أن يمارس العنف ضد حركة النهضة وفي ظل تعليمات صارمة لأبناء الحركة بأن لا يردوا وأن يلتزموا الهدوء، وبين الحراك الشعبي الذي هو ضروري لأي عملية ديمقراطية ولأي عملية تطور اجتماعي. طب أستاذ محمد، اليوم برأيك متى يمكن لرئيس الجمهورية قيس سعيد أن يسمى رئيسا للحكومة؟ الترقب لن يطول من وجهة نظرك ومعرفتك وخبرتك. اسمح لي في البداية أن أعلق على ما جاء في كلام ضيفك. للأسف أنا الحقيقة أنا متربي في مدرسة تنأى بنفسها عن استعمال حتى بعض المصطلحات. للأسف احنا متربين في مدارس مختلفة، هو متربي في جماعة الإخوان المسلمين، وهذه الجماعة تكذب أكثر مما تتنفس، واحنا لا نستعمل مصطلحات أجبرني الزميل عبد اللطيف أن نستعملها، لأنني الحقيقة أنا أرقى من هذا بكثير ولا أريد أن أناقش هذه المسائل. أنا أتحدى أن يقدم قضية بأي واحد حرق مقرهم. كل الشعب التونسي عندما خرج ابتهاجا بقرارات السيد الرئيس كان خرج تلقيا، ولا أحد دفع له من ليمن واحد، ولا كيران ولا حافلات ولا أموال طائلة صرفتها حركة النهضة لكي تحاول أن تربك الوضع السياسي في البلاد والوضع الاجتماعي في البلاد. السيد الرئيس سيعين رئيس حكومة وهو غير متسرع. نحن في حركة الشعب منذ اليوم الأول وقبل حتى ما يحصل هذا الحراك كنا ندرك جيدا، وقد نبهناهم لهذا كثير من المرات، وهو يدرك، سيد عبد اللطيف يدرك هذا كثيرا وغيره يدرك هذا، واتحاد عامة الشغل يدرك هذا. قلنا لهم أن هذا المسار مسار سيؤدي إلى ما أدى إليه، ونحن ملتزمون مع شعبنا في اجتثاث هذه المنظومة الحكم الفاسدة التي أوصلت للبلاد إلى كل الأزمات الممكنة في الدنيا وفي الكون. الآن الرئيس يمسك بشكل استثنائي، وسنعود إلى حالة ديمقراطية عادية عندما تهدأ كل الظروف، عندما يقع تسوية كل الملفات العالقة، عندما يقع تقديم كل المجرمين إلى العدالة. نحن لسنا مع محاكمات شعبية، نحن مع محاكمات قضائية لكل من أجرم في حق البلاد، في الفساد، في التهريب، في تبييض الأموال، في كل المسائل المتعلقة بالإجرام. الرئيس سيعين وتونس في يد أمينة. والآن أنا أؤكد لك أن النهضة الآن مجموعة معزولة بقدر نظر عددها وحجمها، صراعاتها الداخلية تهمها، ولا أحد من التونسيين يهتم الآن بما يسمى مجلس شورى حركة النهضة. هذا مسألة تهمهم كمجموعة إسلام سياسي وتربوا في جبة الإخوان المسلمين، تعلموا نفس الأساليب التي تعلموها منذ 22 منذ 1922 إلى الآن. هذه الجماعة التي تتحدث عليها تتحدث عنها أستاذ محمد أتت عبر صناديق الاقتراع وفي عملية ديمقراطية نزيهة ولم يدنها القضاء في أي اتهامات. دكتور عبد اللطيف، يعني لن اظن محمد لن يتبقى لدي الكثير ومن حقي دكتور عبد اللطيف ارجو ان تسمح لي بما تبقى لدي من وقت، يعني من باب الانصاف الموضوعي والمهني، دكتور عبد اللطيف في تعليق الاخير قبل ان اختم البرنامج، تفضل. المجموعات التي احرقت قامت بذلك في المساء قبل اجراءات رئيس الجمهوريه، وحركة النهضة حركة أصيلة مترامية الأطراف في المجتمع التونسي وعريقة، ولها من العمر أكثر من 50 سنة، ولها من الأدبيات ومن الأخلاق ما لا يجعلها يعني تسب الآخرين بمثل الألفاظ التي سمعت. ورئيس الجمهورية ليس ملكا لأي حزب ولا لأي طيار، وتطبيق القانون لا يكون بتعليمات من رئيس الجمهورية بل بالقضاء المستقل وعبر الأجهزة الأمنية المكلفة بذلك،
هنالك محاولة للتوظيف لإجراءات رئيس الجمهورية وهي بعيدة عن التوظيف، وحركة النهضة تريد أن تفوت على مثل هؤلاء الفرصة لدفع البلاد إلى المجهول. أنا أشكرك من تونس الدكتور عبد اللطيف المكي نائب رئيس حركة النهضة ووزير الصحة الأسبق، كذلك ضيفي من تونس الأستاذ محمد المسيليني القيادي في حركة الشعب ووزير التجارة الأسبق، شكرا جزيلا لكما.